جدا كوباية الشاي بقى، عشان ايه يعني انت لازم تعمل اعلان ان انت جايب لي شاي. لا وبص الشاي بقى ايه عليه ايه يا برنس، لفت عمرو اشرف على فكره هو اللي جايب لي المج ده. الجزء ده بقى ان شاء الله بامر الله هنتكلم فيه تكمله للفنيات بتاعت الحمام. و ما بيفهموش ما بيفهموش. الجزء ده مهم قوي، ان احنا اهم حاجه عايزين نبطل كلمه بلاش الكلمه دي. ما نقولش كلمه ما بيفهموش، ما نقولش على حد ما بيفهم ما بتفهمش، لا مش عايزين. احنا عايزين يبقى عندنا كده نلتقي بغيتنا وبمبادئنا في الغية، عشان الغية كده تطلع لقدام بقى، يعني بدل ما احنا عمالين نرجع. يعني للاسف الغية فعلا فيها تأخر جامد، او والله بجد ايوه مش متراجعة، الغية متراجعة، الغية متراجعة جامد. وفكر الغواة للاسف بعض الغواة برضك، عشان مش يعني الا من رحم ربي. ما هو ماشي، ما هو بص كلنا بنتحمل المسؤولية دي بالظبط، عشان احنا في مركب واحد. ارجع لحته اللي احنا قلنا المصادر اللي انت بتاخد منها المعلومات بقى، في من ضمن برضو على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، في وسيله بقت وسيله يعتبر تعليميه، الصور. زي ما انت كده بتشوف ناس كتير قوي بتصور حمام وتنزله، جميل، اهداءات مثلا، زيارات، انا رحت صورت ناس فينزل لي اهداء، مش الكلام اللي انت بتشوفه ده، اهداءات، صور. المهم في الاخر في صور بتنزل على الفيسبوك، اهداءات لانواع حمام مختلفه للحمام، الغزار بقى بانواع وانواع تانية، بس احنا بنتكلم في الغزار. تمام. فتلاقي مثلا ناس بتدخل تعلق على الصور دي، تمام. ففي ناس بتدخل، يعني التعليقات دي انواع، في تعليق منه اللي هو للتشجيع والمجامله، جميل، دي حاجه كويسه ومقبوله، تمام، ما فيش اي مشكله فيها، ده نوع من التعليقات اللي هو مقبول. في نوع تاني من التعليقات انا اسف يعني في مبالغه وبيوصل للنفاق، وش كده. بصوا مش محتاجين في الجزئيه دي ان احنا نجمل الكلام، بنتكلم بكل أيوة بيوصل للنفاق. بمعنى ايه نفاق؟ يعني فرد حمام ما بيكونش اللي هو يستاهل الكلام اللي بيتقال في التعليقات، بيتقال كلام مبالغ فيه قوي، بيعلي فرد الحمام ده، بيخلي صعب فرد الحمام ده يبقى ماشي. مش هو غلط، احنا بنتكلم انه غلط، المبالغه دي وفي التعليقات حاجه مش صح، خلينا موضوعيين. في بقى يعني ايه بقى، في تعليق بقى النوع الثالث من التعليقات اللي هو تعليق تعليمي. يعني مثلا انا داخل حد عايز ياخد رايك، هو منزل صوره مثلا وبيقول لك ايه رايكم يا جماعه مثلا، او ما قالش، هو مثلا غوي صغير في السن وغوايه كبيره بتدخل تعلق له، فالغاوي الكبير ده بيروح معلق له تعليق في تشجيع، وفي نفس الوقت ممكن يقول له على بعض العيوب اللي في فرد الحمام. في ناس بتزعل كده، ماشي، في ناس بتزعل. ايوه اقول لك، انت بدل ما داخل تقول لي كلمه حلوه داخل تقول لي الفرد ده مثلا عينه ناقصه، او الفرد ده لونه وحش، بس هو بيحصل ان في ناس بتقول تعليق، واحد بيطلب يقول لك رايك ايه. بقى بس نادرا على الفيسبوك، نادرا، ماشي. لكن النوع ده من التعليقات موجود ولا مش موجود؟ لا هو موجود. يبقى ده نوع من التعليقات التعليميه، انت صنفته ان هو ده يعني الرد ده او الكومنت ده هو تعليمي، مش هو يأهل من الشخص. طبعا تعليق تعليمي لمين؟ للصغيرين. ما هو احنا اتفقنا ان الخبرات متفاوته، وده مش عيب، هي سنه الحياه كده. وانا بطلع، انا لما غويت حمام كنت بفهم في الحمام، كنت جامد في الحمام. كلنا بنطلع ستيب باي ستيب، بنتدرج في الفهم والمعلومات والاستيعاب، وان دماغنا تبقى ملمه بالفكره كامله من كل النواحي. ده بالوقت، ما بيجيش في يوم وليله زي ما قلنا كده. صح. فهو ما فيش اي مشكله ان الغاوي الكبير يعلم الغاوي الصغير، بس بالعكس ده هو ده اللي مطلوب، ان الغاوي الكبير يعلم الغاوي الصغير، ويبقى في سعه صدر طبعا عند الغاوي الصغير ان هو يقبل النقد. يعني لو انت انتقدته في حاجه المفروض انه يقبل، بس بعض الناس يقول لك لا، طب كلمه على الخاص، مفيش مشكله. لكن لو هو طالب مثلا راي الناس على العام، الناس تدخل تقول رايها، مفيش اي مشكله، تمام، بطريقه برضه فيها شيء بدون انك تجرحه يعني، طبعا. لكن انا عايز اخد من الحته دي الفكره اللي هو ايه، ان في تعليقات ناس، انت غاوي كبير بتعلق لغاوي صغير في حاجه، تمام،
ففي غاو صغير تاني بيتعلم بيقرا التعليق بتاعك، فبيتعلم من التعليق لان انت قايل رايك في فرد الحمام ده، فهو بياخد الراي ده ويحطه في دماغه ويشوف الشكل ده من الحمام ويبدا مع نفسه كده يتعلم ياخد المعلومه دي من الصوره. بس كرم عايز اوضح الجزئيه دي، ان يا جماعه لما تيجوا تعلقوا لصوره لفرد حمام لاي شخص، حتى لو الشخص ده انت ما تعرفوش وحابب تجامله، حاول تكون يعني موضوعي في تعليقك ليه. ما تديش تعليق في مبالغه جامده قوي، كلمه مبالغه يعني ما تديش مواصفات او تدي حاجه مش موجوده، مش موجوده في الفرد اللي نازل. ايوه علق وقول مثلا ايه انت عايز تجامله، في قلنا نوع من المجاملات، ولكن في شباب صغيره بتتابع الهوايه الكبيره دي، او الشباب اللي بتنزل حمام كويس بتتابعهم بيبقوا عايزين يشوفوا ايه ده، مين علق له، الحق فلان علق له. ايوه بيتعلم من الكلام ده، فهو بيتعلم من الكلام ده. ممكن تكون انت معلق على فرد يا استاذ كرم في نمر كتير واقعه، ايوه، فهيفتكر ان هو ده الستاندر او هو ده الصح. بالظبط، وهي دي المشكله اللي هو استاذ كرم بالظبط. ما احنا جايين، احنا جايين التقل جاي. ماشي. بص يعني انا بس انا بناشر الجميع ان هو ما يبقاش فيه مبالغه في الكلام، مبالغه في التعليقات، ويكون ما فيهاش نفاق، مفيش مبالغه. تمام، يبقى كلام فيه موضوعيه، موضوعيه يعني ادي كل حاجه حقها بطريقه كويسه ومناسبه، ما تزعلش حد. مش احنا اهم حاجه ان احنا ما نزعلش حد. طب انا هسالك سؤال اسكرام، هو برضك في سياق الموضوع. انا كغاوي ولسه هنفترض ان انا هتكلم عن نفسي، انا لسه غاوي مبتدئ في الحمام، وفهمت بقى عندي خبرات حلوه في الحمام، تمام، لحد ما خلاص بقى لميت شويه معلومات كويسه تأهلني ان انا اقدر ان انا اربي حمام، ونزلت فرد، الفرد ده كويس، كويس عن مكاني في الحمام. يعني فرد مناسب للفتره اللي انت قضيتها، ده قصدك كده؟ اه، فردي يعني فردي كويس. اه، وانا افترض ان هو عدى مرحله كويس، فرد حلو قوي، ويبقى مع غوي احرف مني، بس هو طلع معايا. ايوه ايوه، فاهم قصدي؟ بتلاقي هنا الكومنتات نو مفيش مختلف. اه، هنا مفيش كومنتات اصلا، هنا وناس ما بتدعمش هنا. يعني يعني انا بشوف ان يعني نقولها بالطريقه، انا فهمت قصدك ايه، ان مثلا غاوي صغير وغاوي كبير، وواحد ده منزل صوره فرد حمام نوع من نوع مثلا هنقول قطقاطي يا عم. تمام، ابعد عن حمام، ابعد عن اللي شغلانه والكلام ده، عشان منزل قطقاطي وده منزل صوره قطقاطي. تمام، فهنا هيبقى في تعليقات كتير قوي قوي للي هو الراجل اللي منزل صوره القطقاطي اللي هو الغاوي الكبير. تمام، مع ان ممكن يكون الفرد اللي منزله الغاوي الصغير زيه او افضل، او افضل، ده قصدك. فتلاقي بتلاقي كل الغواة اللي هي بقى عندها حمام كويس او بتحب الحمام ما يعلقوش للشخص ده، عشان هو لسه صغير صغير. مش انت اللي هتيجي تعلي علينا، او اللي انت انا بحس هنا ان هي مش روح منافسه، لا. اه، بحس هنا بقى ان الموضوع اختلف. لا، هي بص احنا مش هنجمل برضو، هو الناس في غايه الحمام عايزه تراجع نفسها، تراجع ضميرها. ما هو ده نوع، معلش، ما هو ده نوع من التعالي والكبر، ولا تعالي وكبر، ومش عايز حد يبقى، مش عايز حد يطلع، مش عايز حد يبقى كويس، انا بس اللي هبقى موجود في الساحه. اه، ايوه ايوه، فده دي حاجات برضو من السلبيات والافات في الغايه، الحاجات اللي المفروض مرفوضة ونبطلها. يعني الغرب بيعملوا كده أستاذ كرم، للأمانة أنا عارف إن هم برضك أكيد أكيد عندهم جزء أكيد سلبي، أكيد في سلبيات. أه، بس لا، هناك في، ما هنا بقى، هنا بيت القصيد زي ما بيقول. أنت لو عامل الشغل اللي عامله الغرب، كل الحاجات دي أنت مش هتشوفها، أنت ما مش هتشوف الكلام ده. هو إحنا التراث الغية المصرية، هو لسه اتسجل التراث الغية المصرية متصور على اليوتيوب، بس إيه، متفرق هنا حته وهنا حته وهنا، عشان تجمعوا، ومش كله، في حاجات مش موجوده، حاجات ناقصه، في حاجات لسه مش موجوده. بس لو هنتكلم مثلا مواصفات الحمام موجوده على اليوتيوب، بس في مجموع الفيديوهات، مش عند، مش هدخل مثلا ايه، هات من هنا الصح ومن هنا الصح ومن هنا الصح وكونهم بقى. ايوه، مش هدخل اقول ايه انا عايز مواصفات الحمام، اروح داخل على قناه لفت عمرو عاشور، او داخل على قناه الغاوي الفلاني، اروح مطلع مواصفات الحمام كده فايل بالكامل، مفيش الكلام ده لسه. أيوة، مش موجود. تمام، مفيش حاجه زي دي موجوده، المواصفات متنطوره بالبلدي كده. اه، التراث الغيه
لغايه دلوقتي ما تصورش ولا تسجل بشكل كامل وبشكل سليم كده ورا بعضه في فايلات كده ورا بعضه، ولا في اتفاق عليها، ولا في اتفاق. بس ما هو احنا بنقول، ما هو الصح موجود وفي معايير تعرفني الصح في الغيه. بس ما هرجع اقول لك، هتقول لي مين؟ ما تقول لي مين الواي، ما حدش متفق مع حد، ولا حد عايز يقعد مع حد، ولا حد عنده اراده ان هو يعمل حاجه للغيه. كل واحد بيفكر في نفسه. هو برضك بمناسبه الموضوع اللي اسكار بيتكلم فيه، الناس اللي بتسال هو ليه ما فيش معارض، معارض ازاي؟ طب احنا ان ايه اذا كان اصلا عشان يتعمل معرض عادي، مش هقول لك معرض بتحكيم، بيبقى فيه مشاكل. طب تخيل انه معرض عادي يعني عباره عن فرجه، بس فرجه كبيره شويه، بيبقى فيها مشاكل. هم لو احنا عملنا معرض وفي تحكيم، بقى في جادج، في ناس هي اللي بتحكم على الحمام، ده هتبقى مشاكل كبيره جدا. فربنا يصلح الحال، انا مش عارف اقول ايه الصراحه. نرجع لحته الصور، وهرجع لك حته المعارض بعد ما نخلصها. تمام، عشان انا عايز اتكلم فيها. ماشي. فانت الصور برضو في حاجه بيحصل وهم عارفين نفسيهم. انا مش عايز اتكلم. يا عم تتكلمش. 2000 years later. بيعملوا اتفاقات، ماشي، عشان يصطادوا زبون بصوره. بيحصل ان هما بيصطادوا الزباين، يدخل ناس، بعض الرجاله بتاعته تدخل تقعد تعلق له، ويقعدوا ان هما يعلوا وبمبالغه جامده جدا عشان يقع زبون وهم عارفينه يصطادوا زبون. ايه يا عم فرد الحمد ده، ما شاء الله، مش الكلام بقى ده بيحصل. وانا بتضايق بقى، معلش انت النهارده ما تخليك صريح. انت فرد حمده منزله اهداء بجد، ولا منزله عايز تبيعه؟ عايز تبيعه اكتب عليه البيع. أيوه. انا مش عارف ايه المشكله. هو منزله يقول لك اهداء، وتسمع بعد يومين ده باعه لفلان. طب لا يا جماعه، خليكوا عندكم واضحين وضوح. في المبدا، في مبدا وفي وضوح، تمام. على فكره في ناس كتير قوي تزعل من الكلام ده. احنا مش عايزين نزعل حد. انا بقول لك نصلح العيوب دي. احنا بالمرايه كده دلوقتي، انت بوقفك قدام المرايه دي وبقول لك بص عيوبك، بص عليها في المرايه وصلح عيوبك عشان الغيه كلها تبقى كويسه. تمام. هقول لك على حاجه، صدقني انا ده حصل، مش ما حصلش. انا مش يعني مش بتابع وسائل التواصل الاجتماعي كتير زي الاول. بس احيانا ادخل كده، انا الفتره اللي فاتت دي ناس بتنزل صور الحمام، انا اتصدمت في الغايه دي. فاكر هاني رمزي في فيلم غبي منه فيه؟ اتصدم، انا اتصدمت في ذوقهم في الحمام. الناس دي انا كنت بشوف ان هم بيفهموا كويس قوي وذوقهم عالي، فبلاقي حمام بينزلوا وفرحانين بيه، انا بتصدم ان ذوقهم في الحمام يبقى كده. وده بينعكس على حته ان هو ايه ده، هو ايه اللي حصل؟ طب انت كنت في تقدم، انت رجعت زمان، رجعت كده. بس ف لا، برضه هقول لك حاجه، حته ان انا يعني مستوى الحمام يرجع عندي لظروف معينه، ده مش ده كلنا بنقع في المشكله دي، او كلنا بنواجه الحكايه دي بتحصل. ده مش مشكله خالص. هو يا عم الناس هو الغاوي بحمامه؟ لا والله، اسكرهم بيقيموا الغوا من عن طريق الصور والفيديوهات، يقول لك ده ما هو ده غلط. طب ما هو ده غلط. اقول لك حاجه بالمناسبه دي، انا في بعض الناس ما كنتش اعرفهم، يعني ما شفتهمش شخصيا، اعرفهم من فيسبوك، بعض الغواة، وهو مثلا غاوي لي يعني اسم مثلا، او بيربي نوع معين وناجح فيه وكويس فيه، ربنا يا رب يبارك له ويزيده كمان وكمان. بس تصادف مثلا ان انا اتقابل معاهم في تجمعات، في المعارض، هنا بالصدفه. الناس دي اللي هو بيقعد، هو صديق معاك على الفيسبوك، وهو ممكن يكون هو بعت لك الاد، يعني هو اللي كان بعت لك طلب صداقه وانت قابلته وبقيتوا اصدقاء على الفيسبوك. تمام. يعني انا ما بعتلوش طلب صداقه. طيب. مش ده عشان هو مش فكره ان انا بتكبر عليه، قصدي انت دلوقتي باعت طلب صداقه لشخص. طيب. معنى كده ان انت يعني شايف ان الشخص ده كويس وعايزه يبقى صديقك. هو صديق عندك. اقابل الناس دي، مش عايز اقول لك مدى الكبرياء والغطرسه، واللي بيسلم عليك بتلطيف صوابعه، ودي حصلت مع كذا واحد منهم. صدقني الناس دي انا قابلتها
منتهى كانه ما يعرفكش يعني، بيسلم عليك بطراطيف صوابعه كده. وايه كمان يعني، فاكر نفسه نجم سيما ده، حتى نجم السيما لو اتكبر على جمهوره جمهوره مش هيحبه. وهو يا جماعه انا برضك يعني في جزئيه برضك انا عايز اقولها بمناسبه الكلام اللي بيقوله استاذ كرم. الحمد لله ملك ربنا، ربنا هو اللي خلقه. وارد زي ما اداك رزق وارد ان هو ياخده، يعني وارد في اي وقت الحمد لله ما بقاش موجود عندك. ففكره التعالي والتكبر وانك ما ينفعش اقعد مع الناس دي عشان الناس دي ما عندهاش حام، او ان انا عامل شله لوحدي الناس دول كلهم عندهم حام كويس فاحنا هنقعد كلنا مع بعض، الموضوع ده مش صح، مش صح. انا في حاجه وقالها لي استاذ كرم جميله قوي، على فكره بكررها، قلتها في اكتر من فيديو. فاكر استاذ كرم لما كلمتني قبل كده ان في شاب في احد المعارض بره حب يروح مع واحد من غوال حمام اللي الفرد بتاعهم كان شامبيون او كسب في المعرض، دخلوا السلاكه عنده حسن. يعني دخلوا المكان عنده واحد من ضمن الناس اللي موجوده في المعرض اللي بيتفرجوا على حمام المعروض، يعني هو ما يعرفوش اصلا. تعالى يا عم نقول بالاسماء، يمكن الراجل ده يتصرف ويتفرج على الفيديو. هو صديق محترم قوي مصري قاعد في ايطاليا، تمام، اسمه دكتور وجدي، تمام. هو ده متخصص في تصنيع الاسنان، فني اسنان، بسم الله ما شاء الله، تمام. وعايش في ايطاليا بقاله فتره، مجنون حمام، بيحب الحمام، بيعشق الحمام بطريقه جامده جدا جدا. جميل. اقرب اصدقائه استاذ اشرف داوود، ببعت له تحيه، كل تحياتنا ليه. اه من شبرا عندنا، من شبرا مصر، احسن ناس وعلى دماغك، ربنا يكرمك، الله يخليك. فالاستاذ دكتور وجدي كان راح حضر معرض من المعارض، فكان الراجل اللي هو فايز في كان في ساتينت حمام من الحمام البوم، طبعًا. اللي هو مشابه للكشكات عندنا طبعا، الناس كلها عارفاه، عارفاه، موجود في مصر اصلا. فالدكتور وجدي لما يعني الراجل ده كان فايز، كان كسبان دكوره ونتي وشبابات، الحمام الصغير والحمام الكبير، تمام، كان مكسر المعرض، تمام. هو من هولندا، تمام، وجدي في ايطاليا وهو الراجل ده من هولندا، تمام. بس هو كان معرض دولي في مجمع دول كتيره، دول كتير، تمام. فالدكتور وجدي دخل اتكلم معاه وبتاع، الراجل رحب بيه جدا جدا وقال له انا عايز اعمل لك زياره. فقال له تنورني، طبعا بما معناه يعني تنورني وكده، وفعلا راح له هولندا وفرجه واتفرج عنده على الحمام، دخله المكان بتاعه، اتفاجئ ان هو الراجل ده كل الحمام اللي عنده سبع اصوص، يعني غيته كلها كل حمام وهم سبع اصوص، ده غير تحضين، عشان الحمام ده بيحتاج تحضين، تمام. يعني انا بتكلم على الحمام الساتينت ده بس، عشان حمام صعب، حمام رخم شويه، صعب زي اقوى حمام عندنا في صعوبته، تمام، ان الزغاليل بتعدي منه بصعوبه، تمام. فراح رحب بيه وفرجه الحمام وبتاع. ودي بص حاجه تتعلم منها التواضع، تتعلم منها زي ما انت قلت كده، الحمد لله مش ملكنا، لا، ده هبه من ربنا، وهو مديها لنا احنا مجرد امناء عليها، تمام. لما انا ما اكونش امين عليها يعني هتضيع مني، طبعا وربك كل بالصوره والله العظيم، طبعا يعني. طبعا. فانا بص يا عمر، ولا فلوس بتدوم، ولا حمام بيدوم، ولا مظهر بيدوم، ولا منظر، ولا لبس، ولا عربيات، مفيش حاجه دايما، كله زايل. فاحنا النهارده احنا بنستمتع بالحياه، بس في نفس الوقت بمبادئ نرضي ربنا ونرضي ضميرنا. طب انا هسالك سؤال بقى كالعاده انا بقى على طول انا اللي بسالك، بس اسالك سؤال بقى، ايه عايز اقوله لك، هو في سياق الموضوع بره، احنا اللي بنقدمه ده بنقدمه ليه؟ انا بقدمه بالنسبه لي حبا في الغير، بس انت جاوب عن نفسك اتفضل. انا قلت لهم في الفيديو اللي قبل ده، انا يعني في فيديو انا عملته لوحدي كان استاذ كرم مش موجود معايا فيه، وقلت لكم انا بعمل الفيديوهات دي حبا في غيه الحمام، ونفسي ان الغيه تبقى في مكانها احسن، ونفسي انا ابقى في مكانها في الغيه احسن فقط لا غير. ما عنديش اي اهداف ولا ماديه ولا اهداف ان انا ابقى زي ما استاذ كرم قال نجم سينما وامشي الاقي ده عايز يتصور معايا وده يتصور معايا. انا بالنسبه لي دي غيه حمام وانا بستمتع بيها، واللي بقدمه وبتكلم عنه عشان هو في الحمام فانا برضك بستمتع بيه. ف يعني احنا عايزين نقول انت مفيش مشكله من المنافسه على فكره، بس تبقى منافسه شريفه. لا ما انا واعي فيها ربنا، دي موجوده، المنافسه موجوده، بس يعني ولما اشوف حاجه كويسه عند حد اشكرها، يعني اشكر فيها،
ما بخس حق حد. بص بقى، حاجات بتبقى بتضايق. انا كنت قاعد في قاعده من القعدات دي وبتكلم عن سيره اتنين رواي حريفه قوي واساتذه كويسين جدا، والناس دي كانت بتربي صوافه. تمام. فاحد الاشخاص ده كبير القعده، باختصار شديد عشان عدينا ال 20 دقيقه، ماشي، كبير القعده ده يعني. فاحنا بنتكلم، فبنتكلم عن الحمام بياكل ايه الصوافه. فكان انا مش هقول اسماء، لا ما تقولش اسماء. فانا بقول له على الاثنين دول ناس من اساتذه الكبار ومن اساتذتي بياكلوا كانوا فول للصوافه. فهو يرد يقول لي ايه، هما دول كانوا بايظ صوافه، كانوا بايظ صوافه، كانوا بيقعدوا كانوا بيقعدوا بيقعدوا عشان بياكلوا، عشان الصوافه بتاكل فول، عشان بعد فتره كده تمام لقيته واحد صاحبي بيقول لي ايه، ده انا رايح عند فلان اديله فول عشان الصوافه. بس فبص الناس بتفكر ازاي. بس نقفل الجزء ده، والجزء اللي جاي نتكلم فيه في فنيات، ندي امثله كتير قوي قوي على الحاجات اللي احنا قلناها. وهي دي بقى الحلقه اللي جايه، دي هتبقى برضك حلقه مهمه قوي. تابعوها وتابعوا كل الحلقات دي للنهايه، ما تنسوش اللايك الكومنت الشير عشان نفضل موجودين معاكم. هم حرين يعني، العايز يعني. بس احنا هنعمل حاجه كده حبا في الغيه، اللي بيدعم بيدعم، اللي عمشي براحته. تمام، نشوفكم في حلقه تانية، والسلام عليكم.